لو الحكاية فيها إن فيتو مجلس النقابة تحديدا احنا في مجلس النقابة وبناء على توصيات السادة المستشارين كانوا موجودين في النهاردة في الاجتماع سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية الخاصة بالمحافظة على أموال النقابة والبالغة في التحقيقات أكثر من 7-59 مليون جنيه إلى جانب الأموال الأخرى والحفاظ أيضا على ألا يكون هناك أي شبهة لوجود عضو في مجلس النقابة وهو لديه أي تحقيقات مما يؤثر على سواء سيؤثر على سير التحقيقات أو طمس الحقائق المعلومة إيقاف العضو في التحقيق لا تجميل. انا اقول لا هو يعني هو احنا هناخد تدابير احترازيه هذه التدابير الاحترازيه هيتم اعضائها مجلس النقابه مجلس النقابه هو اللي هياخد القرار تمام يعني لو يعني هو هيئه مكتب تضم كل من السيد هيئه المكتب وكيل النقابه وامين صندوق وامين صندوق مساعد امين عام مساعد وسبق لهذه الاجتماع الهيئة اجتماع مع هيئة تشاورية من السادة المستشارين القانونيين كان معنا أحد ممثلي هيئة النيابة الإدارية كان معنا أحد ممثلي المستشارين للنقابة الصفات الصحفيين كان معنا برضو عدد من الممثلين المشرفين القانونيين لعدد من النقابات الاخرى وتم يعني التحدث في هذا الموضوع بشكل واضح وسؤالهم بشكل قانوني ما هي الخطوه التي يتم اتخاذها في هذا الموضوع طبعا انا مش يعني مش هقول لكم الاحداث اللي تمت كتير او ايه الحوارات اللي تمت او ايه المناقشات لكن انا حابب ان انا اقول ما تم الاتفاق عليه بشكل واضح قوي ان اولا ان هيئه المكتب ستقوم بمقترح للساده اعضاء مجلس نقابه الادوار الوطنيين لعقد اجتماع مجلس نقابه طارئ وذلك يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2014 وذلك لعرض واتخاذ قرار بشان السيد نقيب الأطباء البيطريين والسادة أعضاء مجلس النقابة الموارد ذكرهم في أعمال التحقيقات.